السلام عليكم، عدنا للعبة هيرث ستون وعم نكمل هالرحلة هي. طبعا مثل ما انا مسجل ورا بعض الحلقات لانه انا قاعد عم بلعب اللعبة بكل الاحوال، يعني ماشي فيها. طبعا مثل ما قلت لكم لا تخافوا محبين هيرث ستون، لانه انا بلعب اللعبة يعني دائما بقى، انه تتوقف السلسلة ما حتوقف، بس انه بتقوى اكثر لو عليها اقبال اكثر، هي الفكرة كلها. بس I'm doing versus اوه billion. لا، بداية I حلقة will اليوم fight with ضد honor. A بالادين light shall جولد، bring يعني victory. عنده اكثر من 500 وين بالرانكت يا حبيبي. شوف شوف شو حيكون مستوانا ضد واحد من هالمستوى، شو حنقدر نساوي له. Bring out your dead. رجع نبلش بهي. جندي طاقة. Oh goody. في شي عنده بيعمل 3 دمج صح؟ اي والله ما بدي، اذا عنده يعني حضربه ضربة عادية وضربه، اذا عنده تبع 3 دمج خليه ما يقتل لي هذا، خليه يستعمل شي تاني. شكله عنده يا 6 2 1 هيك هيك. شوف شو الخطة اللي بباله. سايلنس، مين 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 صرفناه سايلنس على كرت حقه واحد مانا، تخيلوا سايلنس على كرت حقه واحد مانا. هلا هذا فينا نقتله بكومبو، بزيد معنا 3، بننزل هاد احسن ولا نخلي هاد لمع الهيل؟ نخليه مع الهيل، نعمل هاد، هنضرب نحن بالواحد اللي هون. سلاحين اجاني، بضربه هيك وبضربه هيك، وتفضل العب. اسلحته صارت بايدنا، بس حلو وقت يجيك من نفس الكرت اثنين. ولاحظوا حتى الكرت جول، صح؟ لاعب سلاح، لاعب سلاح. هنزل هاد واعمل له هيك، نشوف شو ردة فعله للموضوع. سوى له ضربة واحد. هاي ضربة شكله. طيب. والله أنا اللي شايفه نعمل هيك. بطل هاد، نعمل هيل لهاد. بطل هاد. هذا هو الإزعاج اللي فينا نساويه. والله جيم شكله من الأسطوريين، شكله لأنه إحنا عنا ويننج ستريك شي 5 وينات ورا بعض أو 7، ما بعرف قديه صاروا الحلقة الماضية واللي قبلها. أيوة أيوة، راح السلاح. مايند يا مايند. ستة ما بيكفي. طيب كثير في خيارات، كثير في خيارات. اثنين أربعة واحد، إذا دافعنا بهذا شوي. I must consider. شكله خيار هو هاد. Death does not scare me. هاد. Do you like to fight with
هذا شكله الخيار اللي عنا بالوقت الحالي. Put your faith in the light. أوه حلو حلو كتير. كان نفسي احتله بس بدي دور لأحتله. ستة واربعة عشرة خلصوا. والله جعبالي احتله لهاد. فيني اقتله ما احتله يعني. بس بصير عنده سلاح. والله محير الوضع. رح نستنى دور ونحتله لهاد. اتوقع اذا نحتله بكون بحالي افضل. اثنين لا خلص اعتمدنا على الاحتلال. شوف شو حيساوي. شوف شو حيساوي. طب جماعة ما اختلفنا. ما اختلفنا. كمان بس نقتله هاد. حلو حلو مبسوط انا. النتيجة كانت جيدة. النتيجة كانت كويسة. اذا الشيء اللي بدنا نساويه بالوقت الحالي هو كوين احتلال لهاد ونضرب هاد. شوف شو حيكون ردة فعله ولا لا. ماشي صار ضربة واحد عشان ما يمثلوا الجندي تبعه. أربعات والله أحسن حل هو التالي. احسن حل شوفوا اللي حنساوي بالضبط. حنقتل هاد هيك. حنضرب هاد هيك وحنقضي على هاد هيك. حناخد كروت كمان ولا لا؟ ناخد كروت كمان. اوه افنجر راث. صعبة المباراة كتير. صعبة كتير. حاسس حالي ببطولة. جندي طيب. ما عنده شيء. ما عنده شيء. هو هذا حرام ياكل ضرب جندي بس احسن شيء يعني بالوقت الحالي هو ينزله هي ال نعمله خمسة بالوش هيك ضربة. انا عندي سلاح تاني لانه عندي الكرت نفسه اخذته منه. هل حيجيب خمسة منهم بالكرت؟ اجا خمسة منهم بالكرت. Reporting for duty. حلوة هاي والله.
واحد تاني. جعبالي اقتل هذا الكرت بس ما بقدر للأسف، ما بقدر اعمل هيك. نضربه نكمل. انا اتوقع يمكن يكون معه بف يعطي لهذا بف 4 تصير 5 يقتل لي واحد من هدول، يمكن ما بعرف. هلا بنشوف ليش بقيان كروت 13 11، بايده 8، بايدي كمان 8. مباراة احترافية خيالية لغاية الان، حلوة كتير وبتلعب بكذا طريقة. يعني واحد تاني لو غيري عم بيلعب كان لعب المباراة كلها بغير طريقة ووصل لنفس النتيجة او نتيجة تانية يعني. بس هو بيخوف هذا البلد فعلا. 500 وين معناتها مو قليل بالرانكت. حلو راجناروس، مين حتصيب يا راجناروس؟ مين راجناروس حيصيب؟ هاد الكارت ولا هاد ولا الهيرو؟ اذا هاد الكارت. هذا صار لازم او فينا نطلقه، فينا لا. واحد بس يصير اثنين احسن، هذا يضل طاقته ثلاثة مو اثنين مشان الدرب الجماعي ما يأذي. هذا ضربه، هذا روح راجناروس، هيك احسن حل. اذا نروح راجناروس هيك والله لسه فيني خبيه للدور اللي بعده كمان لشيء اهم. I wonder. اختي على هاد. وهذا الصغير طلق. هذا احسن حل عندي اياه. لاحظوا قديش هو كمان لعب كروت تقيلة وليجندريات واشياء لغاية الان. اذا هالحلقة هي حلقة مباراة فقط، نعم هي بتستاهل تكون حلقة مباراة. مباراة نهاية العام ليون هاندز فلل 9 كروت خلص، يعني الدور الجاي معه 10 اذا ما لعب شيء. هلا هيل رجع جديد، رجع شبه جديد ولكن ما له عنده شيء بالارض. بكل الأحوال أنا اللي حساوي حنزل هاد. خايف نزل أكتر من هيك، خايف نزل أكتر من هيك ما يفضي الأرض، مشان هيك حأكتفي بهدول الأرض. مو دائما صح إنك تنزل كل شي عندك تفرش الأرض، أحيانا بيكون عنده مثلا ايكواليتي مع ضرب جماعي او الساحر هذا مع الايكواليتي بفضي الارض كله وخلاص. خلي بايدك دائما احتياط خصوصا انه هو ما عنده شيء يعني. ها يعني لو نزلنا الكرت هذاك كان راح على الفاضي. نعم سلاح جديد عم بيطلع فينا. ثلاثة بس بس ما بدي أكثر من هيك أبدا أبدا. يا الله على المباراة. لوثر ما في ناس عم تسحور او يعني غاليين كثير صاروا.
reporting for duty. Must consider. طيب اللي حساوي هو التالي، هي اللي هاد ضربة هيك ضربة هيك أحيلا. بس ما بعرف إذا هذا هو الخيار الصح ولا لا، بس واحد من الخيارات اللي لقيت قدامي منيحة لأنه خطر على بالي إنه هو استعمل الضرب الجماعي تبعه، فاحتمال يكون معه الضرب الجماعي قليل. طيب هلأ فرجونا السحر لنشوف، هات لنشوف. منيحة مبدئيا، ما لها كتير سيئة، بس في عندي كذا حل. فيني اقتله بالطريقة التقليدية او اني اضرب هاد هيك واضرب هاد هيك ونزل هاد واضرب هيك. طريقة غير تقليدية. بلشوا يخلصوا الكروت، خمس كروت بس بقيان، خمس سحبات. مباراة أسطورية، نعم مباراة أسطورية يا مشاهدين. تعالوا نطير هاي. خلاص تفكير بلش ينتهي من عندي أنا، كل الخدع والحيل اللي الواحد بيساويه عملتها. سايلنس منيح سايلنس. صعبة. لا والله مو صعبة، دقيقة شوي. تا مين هذا؟ ما بيموت، كيف بدنا نقتله؟ ستة يلا في حل من الحلول، حنعمل هيك. هذا أقرب حل. هنعمل لهاد هيل. نضرب هاد. فاضي ضرب. هاد أحسن حل متوفر بالأسواق. يعني هو في كثير. في شايفين الأوراق اللي معي بنلعبوا بكلياتهم كذا طريقة، بس هاد اللي اخترته. يعني كان فينا نقتل السلادج ونحتله بالكبال، نحتل الصغير تبعه. فينا في كذا حل، بس هذا اللي لقيته يعني. Reporting for duty. أيوة. والله شايف أنا هذا هو الكلام. I must consider. هنزل هاي، شوفوا شو حنسوي. هنزل هاي، هنضرب هاي، هنضرب هاي، هنضرب هاي. ما هنضرب هذا الشيء الوحيد اللي خطر على بالي. بلش يختصوا الكروت. لا مباراة
وراه صعبة. أنا ما مافيا ما بيعملكم، عم بلعب ضد واحد أكيد هذا ما له قليل بنوب. Follow the rules. طيب عملت هيك بعدين قتل اليسار. حلوة كثير، حركة رائعة أجمل ما يكون. أشوف شغلة اثنينات. صعبة. ثلاثة اثنين ضربته. Feel my pain. لو كان ضربه أقل شوي، كان ضربه أقل شوي، لازم يكون هالقد. لا 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 بدي أغير رأيي. بدي أغير رأيي هيك. نعم بدي أغير رأيي هيك. الحل الثاني خطير كثير، ما بعرف لسه شو في بإيده. Reporting for duty. قربوا يخلصوا الكروت. إذا هدول ما فينا نستعملهم هلا، ولكن أربعة أحسن حل. طرق خمسة وهي لحالنا. ما في نزل هدول هلا ولا نزلون هدول، يمكن خسروني اللعبة. هو كمان حيخلص كروتو. نزل هارفست جولم. اوه كرت فارق بالمباراة بالوقت الحالي. اخر كرت هات. نزل هات بعده الهاد. ثلاثة ما عنده شيء بيعمل. ثلاثة نكمل. خلصوا كروت، ومعه أربع كروت فقط. أوخ هلا الوضع صعب جدا، الوضع صعب جدا. حلوة عم بحاول يخلص لي طاقتي بأسرع طريقة ممكنة. سحر جماعي. إيكواليتي. فضل الأرض. أيوة احتلله. يا Reporting for duty. أتوقع هيك أحسن. أتوقع هيك أحسن. شو الكرت الأخير اللي معه؟ هذا اللي بخوفني. فتيك. طيب 11 هاد قتلته.
وهذا قتلته. ما فيني اعمل لهم هيل، هي المصيبة. هذا قتلته، هذا قتلته، وهذا قتلته، هيك هذا هو الحل الوحيد. والله مباراة غريبة، بس يمكن يربحني بفرق الدمج. هو حيصير يعمل واحد واحد واحد، انا حصير هي الاثنين، والله ما بعرف. بس كل دور عن دور حيصير يعمل دمج اكثر. والله هو ربحاني شكله. اي هيل ما عندي فكرة، ما بدي احسب ووجع راسي. هنتركها للعبة هي تقرر مين اللي يربح. اذا نفضل ارض. نعم باسف على باسف. 30 كرت، ب 30 كرت خالصين. مشكلة انا اللي عم باكل ضرب قبله. ما عم صدق المباراة، ما عم صدق المباراة. اللي هو البلاي تستاهل. خلصت، انا خسرت لانه انا بدي اسحب قبله. هو اكل 5 نقطة 3، انا بخسر الدور اللي بعده. يا حرام على المباراة الفظيعة. نعم، من اجمل المباريات اللي لعبناها بسلسلة هيرثستون. على دور اذا بس بيسحب كرت هو بيخسر فقط، ما في شيء. مباراة خيالية اسطورية فعلا، من اجمل المباريات اللي لعبناها بسلسلة هيرثستون بنمط الرانكت. بلدن مو اي بلدن، بلدن عنده 500، اكثر من 500 وين بالرانكت. ابصر قد ايه عنده، ممكن يكون ليجندري هذا اللاعب، ما بعرف شو وضعه. مباراة دموية طولت كل هالفترة، شايفين هاد هو مستوى. اول مرة يمكن بسجل مباراة من مستوى مختلف عن، وهذا المباراة بالذات، هذول المباريات بالذات هن المباريات اللي بيختلفوا عليهم الآراء. لاعبين هيرثستون إذا تفرجوا على المباراة كل واحد حيقول بالدور الكذا كان لازم تلعب كذا، بالدور الكذا لو أنا كنت لعبت كذا. هي مو فكرة إنه كان لازم تلعب بهيك مباراة، لا. الفكرة إنه كل لاعب له أسلوب. بيقول لك أنا بهذا الدور كنت لعبت كذا، هذا الدور كنت لعبت كذا. مباراة كتير كان إلى أبعاد، كان فيها كتير حركات كتير مفيدة للتعلم. منصحكم فيها كتير، وبنصحكم تقولوا عليها لكل أصدقائكم، بالذات هي المباراة. يعني هي مختلفة تماما، من أجمل مباريات العام أتوقع بهيرثستون. أتمنى تكونوا استمتعتوا فيها. ما تنسوا تلحقونا على روابط فيسبوك، تويتر، جوجل بلس، إنستغرام، وتويتش تي في. طبعا اشتركوا بالقناة باليوتيوب، ولايك لصفحة الفيسبوك وهالأشياء، وريتويت على التويتر. وتقولوا لنا آراءكم بهالمباراة استثنائية. نعم، مباراة لن تتكرر بأشهر كتير، إلا إذا كتير أنا لعبت لحتى وصلت للرانك 1 ولعبت مع الناس اللي من هذا المستوى، لأنه شيء جميل جدا كانت هالمباراة. ومتعبة وحلقة غريبة، تخيلوا كل حلقة هي على هالمباراة، والله شيء غريب. كان معكم عمر أول جن 1، كتير حابب شوف كومنتات منكم. وياريت إذا كملتوا المقطع للآخر تخبروني عن طريق كود سري خلينا نعمله بيني وبينكم، اللي هو هاشتاج أجمل مباراة بالعام، خلينا نسميه هيك، أو من أجمل مباريات العام، أو أجمل مباراة في العام، أو أجمل مباراة بالعام. كان معكم عمر أول جن 1، ومع السلامة.